المعرض مهم جدا، مهم جدا لكل اللي شغالين في الطاقه، كل اللي ليهم ريليتد في مجال الطاقه عموما، يعني سواء في التوليد في التوزيع. معرض جميل جدا، اللي حتى اللي عايز للسيفنج انرجي، توفير الطاقه، تقليل عوادم الكربون، ثاني اكسيد الكربون، كله هنا حاجه جميله جدا. واحنا جايين، انا جاي مخصوص عشان نشوف اخر التطورات اللي وصل اليها التكنولوجي هنا، سواء في كل في شتى المجالات، سواء في التوليد السيفنج انرجي، ازاي نعمل سيفنج انرجي، ازاي نستخدم كومبوننت للتوزيع وتعمل سيفنج كوست وتدي تكنولوجي اكتر لحاجات اللي تخص السكادا، تخص الريموت كنترول، تخدمنا احنا في الشبكات عندنا، احنا في شغلنا كبرايفت سيكتور في قطاع التوزيع، ازاي نقلل اللوسز، ازاي تعمل ريموت كنترول للقرايات لكل الاعطال، حاجات احنا محتاجينها في مصر واحنا شغالين عليها اوريدي، بس احنا جايين النهارده نشوف احدث ما توصل الى العلم فيها. يعني رايي حقيقي دلوقتي، انا كنت حابب ان يبقى الوجود المصري اكتر من كده، لان اللي موجود هنا طبعا في بوست جميل قوي، شركه شقيقه، شركه مصريه هنا تو ام، يعني انا ادعيت ليها، حاجه مشرفه جدا وعامله منتجات كويسه كده، كنت اتمنى شركات اكتر من كده هنا. ومهم جدا العالم يعرف ان في ميد ان ايجيبت كتير، وللاسف انا مش شايف الحضور اكتر، يعني زي بلاد كتير هنا، زي تشاينا هنا كتير قوي، جرماني، تركي، يعني ليه احنا ما نكونش زيهم؟ ليه ما نكونش تواجد عندنا ما قليل؟ للاسف انا شايف ان هو قليل، لا يناسب المفترض مصر. يعني هاي we are a French manufacturer called Marechal Electric. We do very quality plug and socket. And basically, in Middle East electricity, we always participate because it is very important for us. Because we expect a lot of customers from all over the Middle East region, especially from Oman, Saudi, Jordan. So we have diverse customers coming here, and we have been participating here in this exhibition for last 10 years. Every year we have a very good response from the market, and even after the COVID situation, it has been really good for us. And we look forward to the exhibition to cater the new customers and meet the existing customers, all these things. And for our product, it is important to meet the worldwide customers as well. So Middle East Energy, we feel it's very important for the development of our product, especially in the region. Being a French company of 70-year-old, Marechal Electric is looking forward to the exhibition very positively. And we look forward to continue to the same every year. And we will be looking into the plus of this exhibition, and we hope it will help us in developing our business in the region and worldwide. This is what I would like to convey about the exhibition. فعلا المعرض في هذا الوقت يعالج مشاكل يعاني منها سواء المستهلكين او المصنعين من ناحيه توفر الطاقه وتوفر حلول للطاقه من ناحيه الطاقه البديله، الطاقه الخضراء النظيفه، تطورها مع تطور المنطقه. فهذا المعرض يكون حمزه وصل بين المصنعين والمستهلكين لإنشاء حلول تتماشى مع النهضة في هذه المنطقة في وقت تحتاج فيه المنطقة لهذه الحلول لمعالجة هذه الأزمات. فعلا المعرض يقدم حلول لهذه الشركات، الشركات المصنعين المحل في الوطن العربي تحتاج إلى هذه الملتقيات للتواصل، لوضع حلول متكاملة تكميلية لبعضها البعض، استفادة من الثروات الموجودة في دول التنمية، في بعض الدول تساهم في تنمية دول أخرى. فالمصانع تبحث عن هذه الحلول لمعالجة مشاكل تعاني منها وتضع لها حلول لرسم مستقبل لها في تطوير الطاقة، الاعتماد على الذاتي، عدم الاعتماد على منتجات بعيدة مثل الدول النائية.